سلام خبركم ناي تقرأ أونلاين تخطات التي كميك أني خم أفزز اللي خمو سلامكم يبزاح لما عنتي حصير زبالت مدف حيزنا لكم مسئنا لنا كسع موداتا مسانا تنحو لهم كم تكتاتل وز لهم لو مقنك نك لكاتي تأثر تحد إيو مبلا روع عن حمشتن عمت مبرت أو قال سيز بتجري زجمر اللقنة إيو بمخان دما أملا تجرين أوت أندر كو تجارو فتوتي تجارو نت مبلا روع عن حمشتن مجمر برت أو قال سيز بتجري بتعمي دمك بزخون من قدي ترى أيو بزي يفلت إذا ملومي ترى أيوب زي فلت من قدي نبع الويركو أما لا كتماتا تقراي أو ورداتا تاب كشيتا تاب زلونا أشتو كتماتا عدتا لكاتي تأثر تحدي بزقر من بزيس دم من قدي نا تخبري نسألاء تهزب تقراي زرعد نفتو تهزب تقراي دم ما زحبن أكابرا نا تخيري ركب أيزي مرأيا أبزي عمت زي أبزي لكاتي تزوي النوري أزلنا حيلتات مكلخال نايس تا حيلتات ناي تقراي أبتو تقبر زلو ناي لكاتي تأثر تحدي مخبار زقورو زلو تساتفو ناي بوليس حيلتات ناي تلقتا حيلتات مكلخال حيلتات تقراي مس هزوم بحادي كما انت أبان تحاويسوم نهزوم نهزو تقراي نمنقس تقراي أي يخاف قول نخال لنا إنام بمبال قلص وممزوري الخونة تحت نرئل لنا إذا تريد وزلهم بمكل خالن ستان حيلتا تقرأي استقرأي مرئيت نحادة حادة وقنات سخفتا فتير اللهم بريديون بتلفجينين بستفلالي معاكناتن كزارولو جميرهم لو سألمن زي كونت أقنن كعا ناي حاسوت نفحي خنفحو كأنيوم لو سلام نزدل لهزبي حونة نزدل لهزبي زفرح زنك نقر خونا يغلن وزو ينتمل انت لنانغن حزب تقراي منقس تقراي تقارو ملوحات يوم زميس انت مس اقارو من اقداو من التاميرو متخورم يوم كسبو يوم مالتي كونن اتوم فكرتن اتوم قرنياتاتن تعقستي فرحخ يمسلوكم سلام مدلاي ترقمو فرح يكونن كاب فرح زنقل يكونن سلام تعقستي مالت كاب سلام مدلاي نايوق ساعبين بمفلات كويناتن وقئن كزا عندنا هاي هزبي هوت كتف خمز خيل نورت كعلم خمز خيل سلن فلت بزوح عمتات زقبره زقصره ناي وقئن ناي كويناتن تمكرو سلزلنا نوقئ حاريفنا سسعنا قوينا ناوتو نقرأ يكونن انتو خونا قن هزبي تقرأي كامرا عدامنكم فرحان تقصيرو زخونن دي كونن نامسه بترنا وات اوات زقوات تقلو كم زي كونا حفلت إغباء سلازي نايمة جمّاريا حريا نايمة جمّاريا نايزو كراي دليت سلام وكوان تخوني نت سلام ناخ قزرق لمعاتنا خطة أقوال نزمة سحيلي هزبنا ناخ قد عدنا خورر نزمة سحيلي قن بزي محرات
برقاو بزخونه متقعتي ملسي خمنهب كمنخل كابغانو خفلطو ويغبا خفلطو ويغبا مو بخلو مدايات اللخم صلاتي ايدكم تاكوكم ملحاسكم تاكوكم اغرهم تاكوكم يحشكم نخلنا سلام غيرنا للمعاتنا عدنا انت عبنا دغاز بنا صرح يخبلع انت تبرنا انت حقزنا انت اي حيشنبر ابزو وان زيك اخم حدش ناوكيناتنا وقئن ان اتولنا غريلن هزب تقراي وقئ يدلن هزب تقراي كوينات يدلن هزب تقراي سلام يزدلي هزب تقراي صليحو عدو خلم عيزدلي نبعي تخم حيش يزدلي هيو تخم حيش يزدلي سلزغونة قدوفنا هزبنا يتنكفوه اي تنكؤوه نحنا خوالدنا انسان فيكونان نسخاتكم كأخوال الدخم تحشيكونكم. خالي مسنا الى كات اثرت حاده بعالت تحيزو بصور ريل استيت ذي سراح ذهنت كلت مئتي ذي تفعل علي قمتن عبيتن ذي اللوغو منساتات ذي اللوغو لعلي اثرت حمشتشح سيف كنبر ذي خئل نقشتي كتما زبناو ذي خونا كتما يسراح خسراح حمز خونا لما عنتي منقست تقراي افليتو اتغتما كاب مقالة ناي قرب كيلومتر رحقت أبسراوات زبهال فلي بوتا زرح انتقوون ببليونات زغطسر ناي إثيوبيا قرشي كود خمزخونة اتزينا حبيرو نتوب تقرأي زلو أبكوا مقالة نمقالة كوابي عن زلو ناي منوري أباي تحسرت نمقراف تواهيلو زرح زلو إيو بتعامي 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 عابي يئيو أبزي زغطسل حسر زبالة بانجليز نياز تدالو بسر ريل استيت تدالو فيديو رأيوو Seward Real Estate is a huge residential neighborhood which is planned to be built in the vibrant city of Mekelle. This new village reflects state-of-the-art technology in creating luxurious housing apartments. In this world-class real estate, 200 apartment blocks are planned to be built with different shape and height to accommodate 15,000 housing units of various types. This will make the housing project a contemporary municipality in the neighborhood. The site for Seward Real Estate is located southwest of Mekelle City, 13 kilometers away from Alula Abenega International Airport, and less than 2 kilometers away from the city center. Being developed on the hillside of Sarawat, the real estate will create an elegant skyline with a breathtaking city view where luxury meets lifestyle.
This village definitely gives an outstanding, spectacular metropolitan panorama from every angle. Its breezy air and gentle wind makes the area an ideal place for living. This splendid residential village is therefore going to be a world of comfort for all. The project has undergone detailed studies in various aspects and considers a range of issues in the construction. In view of this, it will be among the best engineering practices available in the world. Through building high-tech modern apartments, the village will set a new housing quality standard. The project site covers a total of 100 hectares. Out of this, the real estate allots more than 60% for greeneries and public spaces. This is a step that helps to make the resulting development impressive and more luxurious. In addition, it creates a more attractive and suitable urban ecosystem for the dwellers. The real estate will have eye-catching features to be created through እዚ ኣብ ከባቢ መቐለ ተጀሚሩ ዘኒአ ፕሮጀክት ብዓወት ግዛዘን ትምኒትና እናገለፅና ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ከዓ በተመሳሳሊ መንገዲ ካልኦት ዓበይቲ ስራሕቲ ክስርሑ ትፅኢትና ዓብዪ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ቀፂልና ካብዚ ናይ ለካት 11 ኣርእስቲ ውፅእ ኢልና ድማ ፍልይ ዝበለ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሰማዕናዮ ሓደ ዝግርም ነገር ክነስምዐኩም ኢና። ቅድሚ ናብቲ ቪድዮ ክሊፕ ምእታውና ግን ብዛዕባኡ ዘለና ንእሽተይ ርእቶ ከዓ ክንዛረብ። እቲ ነገር ሓደ እንታይ ከም ዝኾነ እኳ ዝፍለጥ ኣይኮነን፣ ግን ምስ ሃይማኖት ተተሓዘ ተዛረባ እየ ፈላጥ እየ ዝብል ሓደ ሰብኣይ ኣምሓራይ ሰብኣይ ንዝተፈላለዩ ናይ ሃይማኖት መራሕትን ካልኦትን ዘረባ ኣብ ዝገረሉ ዝነበረ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ርኢና ሰሚዕና። ንሱ ድማ ቀፂልና ክነቕርበልኩም ኢና። ግን እንታይ እዩ ዝብል ከምቲ ጥፍኣትናን ከምቲ ክፍኣትናን እንተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እንተዝሰምሩ ወይ ግንባር ሓቢሮም ሰሚሮም ግንባር እንተዝፈጥሩ ነይሮም ኣምሓራን ኦሮሞን ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ኦሮሞን ክነድድ ነይሩ እዩ ኢሉ እዩ ተዛሪቡ። እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለዩ ይቃን ናይ ዓዲ ኣምሓራ ደጋጊሞም ዘልዕዎ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ወያነ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ሓደ ክገብሮ ይብሉን። ብሃገር ኣይኮነን ሓደ እንትበሃል እንተሎ ሓደ ሃገር ክገብሮ ማለት ኣይኮነን፣ ግን እቲ ህዝቢ ክራኸብ የብሉን፣ እቲ ህዝቢ ሓድነቱ ከደልድል የብሉን፣ ሕውነቱ ክፈላለ ኣሎ። እዚ እንተኮይኑ ንኢትዮጵያ ሓደጋ እዩ ኢሎም ብዙሓት ልሂቃን ኣምሓራ ይኣምኑ። እዚ ሰይጣናዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ መበቆሉ እንታይ እዩ? ካበ እዩ ተጀሚሩ? እንታይ እዩ እንተልካ ዝገርም ቅንእ ድዩ ፍርሒ ድዩ ወይ ክልቲኡ ድዩ ፍርሕን ቅንእን ድዩ? መቸም በዓልቶም ንሳቶም ጥራሕም ዝፈልጥዎ እቲ ሓቀኛን ትኽክለኛ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ከም ሰባት መጠን ብደጊ ኮይኑ ንዝርኦ ግን ዝገርም ነገር እዩ። ኣህዛባት ሕውነት ክምስርቱ የብሎምን፣ ኣሕዋት ክኾኑ የብሎምን፣ ዝራኽቦም ነገር ክህሉ ክተፈላለዮም ንዘለኣለም ክነብርሎዎም ኢልካ ምምናይ ወይ ክትሰርሕ ብመደብ ሒዝካ ብትልሚ ሒዝካ እዙ ክትሰርሕ ምፍታን ናይ ብሓቂ ዝገርምን ዝሕዝንን ተንኮል እሞ ከምዚ እናበልካ ንባዕላቶም ከዓ እናነጠሩ እናዘለሉ ነስመራ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ናንዳቦ ሓጎታቱ ንብረት ከም ህያብ ገይሮም ሒዞም ዝኸዱ መስሓቅቲ ዝኾኑ ሕብረተሰብ መጀመርያ ብ2018 ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ካብ ጎንደር ተላዓኢሎም ሓወልቲ ናይ ኣኽሱምን ፊደላት ናይ ኣኽሱምን ትግእዝ ፊደላትን ከም ህያብ ገይሮም ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ካብ ጎንደር ኣብ ኣስመራ ከይዶም እዮም ሂቦሞ ተገልበጥ ንበለት ኣድጊ ኣይገርምን። ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ትግእዝ ፊደላት ርሒቕዎስ ካብ ጎንደር ተላዓኢሎም ነስመራ ኸይዶም ጊፍት ህያብ ናብ ዓዶም ዝርከብ ታሪኻዊ ነገራት ሂቦሞ መንመን ቀሪብዎ እዩ? ብኸመይ መልክዕ እዩ ተሓወልቲ ኣኽሱም ከመይ ኢሉ እዩ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ርሒቕዎ? ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነገረኛን ርጉምን
ተንኮለኛ እንኳን ተሆነ ብዘርኡ ትግርኛ ተዛራባ እዩ ብምንታይ መልክዕ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ህያብ ሒዞም ሉ ዝኸዱን ዘስሕቕ ነገር እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ እሞ እዚ ቐሺ እዙ ከዓ ወይ ዝድያቆን እዙ ወይ ብግልፂ ብግልፂ ኣምላኽ ስራሖ ስለ ዝፈልጥ ፈጣሪ ባዕሊቱ እቱ ነገር ስለ ዝፈልጦ ግን ብጥስኡ ሰመእት እዩ ሓወእት ዩሎም ኣሎ ብካሊእ ዘራረባ ከምኡ ማለቱ እዩ እዙይ ኣብ ነብሲ ወከፎም ዘሎ ተሓሳስባ እታ ካብ ዓቐን ንላዕለ ተፍርሖም እዚ ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገራት ዝርከብ ህዝቢ እዙ ሓድነቱ ተመሊሱ ናብቲ ንውድ ንኸይምለስ ሕውነቱ ናብ ንውድ ንኸይምለስ ውሽጢ ውሽጢ ክንደይ ይሓልሙን ይፅዕሩን ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየካ ቀፂልና እታ እቲ ኣምሓራይ ድያቆን ቀሺ ተዛረባ ዘረባ ክነስምዐኩም ኢና ስምዕዋ መለያየት ቦታ ስለማይፈቅድልን ነው ታውቃላቸው እንደ ክፋታችን ቢሆን እኮ አሁን በዚህ አሁን በገጠመን መከራ ኤርትራና ትግራይ ግንባር ፈጥረው ቢሆን እኮ አማራውና ኦሮሞ ነደደ ነበረ ግን እግዚአብሔር አሰራሩን ስለሚያቅበት አጠማመዳቸው ካብዚ ብዝተረፈ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ኣብዚኣ ክትውዳእ እያ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክሳዕ ንራኸብ ድሓንቀኒዩ ብሰላም ይራኸበና